ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. التدخل متاعنا يندرج في إطار تحسين المظهر الخارجي والداخلي للمدارس قبل العودة المدرسية إن شاء الله، باش التلاميذ يدخلوا في ظروف طيبة. بدينا بتحسين المظهر الخارجي متاع المدرسة اللي هو مهم، رحبوا بينا الأهالي الكل والمدير، تنظيف الحديقة، ترميم السور البراني، وجاءوا الليفتة المدرسة، دهن الواجهة الخارجية متاع المدرسة، دهن الإطارات متاع الرياضة باش الصغيرات يلقاو يلعبوا مصدين حالة حليلة. وإن شاء الله هذه بداية، وما زالت متواصلة الأشغال متاعنا. صلحنا زادة كانت حالات البيبان ما تتقفلش، برد والدنيا ريح، الشبابة كيف كيف صلحناهم، ومعناها العطاب اللي تنجم تدخل لهم ريح ولا مطر ولا برد، ولا على الأقل الصغير كي يجي يدخل المدرسة يلقى ظروف ما نقولش جيدة جدا، على الأقل مقبولة. مدرستي مدرسة منطقتي قريت فيها أنا، قراو فيها أولادي أربع صغار، واليوم كي سمعت زياد حبيت نتطوع مدرستي. سيادة المؤسسة التربوية ربطنا شراكة مع جمعية رحمة للعمل الخيري والتنموي المباشر. وكان نشاط اليوم، كان نشاط اليوم 10 سبتمبر 2016 قبل بداية السنة الدراسية، دخلت الجمعية وبارك الله فيهم، وبارك الله فيهم، قاموا برشا نشاط الجمعية، كان غزير وكثيف. عدونا لافتة تحمل اسم المدرسة وعنوان المدرسة في الباب الخارجي نتاع المدرسة، لافتة باهية تبارك الله كبيرة، صلي على النبي عليها. ثم حضرنا ليكاج نتاع 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 الملعب، الحام، ودهنوهم ولوا مزيانين، بيضونا، عملنا البونت الجري المرلوطه باش نحموا الاقسام ملوثاخ في الشتيه تاع الطبع وتاع كل شيء. وشنو اخر يا ربي؟ سيان ثم نجار شاف لنا شبابك نظموا ولو سكروا بكدا، ركبنا اقفال البيبان. يعطيها الصحه جمعيه الرحمه، مشكورين، وان شاء الله العمل هذا باش يتواصل، وان شاء الله باش نكمشوا فيها. من حفظ ستار ميوزي عنده تقصير مزوار، نرحموا بكم وربي يكثر منا امثالكم، وهذه كما نقولوا فيها مبادره تذكر فتشكر. عندنا نواقص في المنطقه بالحق، اللي عندنا برشا نواقص في المدارس، والجمعيات هي اللي عاونتنا عليهم وحسنت من المظاهر نتاع المدرسه،